أهلا بحضراتكم في هذه التغطية. جهود كبيرة قامت بها الدولة المصرية من أجل تحقيق طفرة حقيقية في الاقتصاد المصري، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي منذ قليل تفاصيل مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، والذي يعد أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر. طبعا هذا المشروع القومي الذي أعلنته الحكومة الذي يحمل مستقبلا واعدا كبيرا للاستثمار بعدما كان حبيسا للأدراج منذ سنوات، وخروجه للنور يؤكد حرص الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الخارجية وإنعاش سوق القطاع العقاري. حيث أكد دكتور مصطفى مدبولي خلال مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة سيدخل للدولة المصرية 35 مليار دولار خلال شهرين مقسمة إلى الدفعة الأولى في غضون أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين بإجمالي 20 مليار دولار، مؤكدا أن مصر حريصة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. طبعا لتفاصيل أكثر عن هذا المشروع وتأثيره على الاقتصاد المصري هيكون معنا على الهاتف الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري. أهلا بك يا دكتور معنا على تلفزيون يوم السابع. أهلا بك يا حضرتك، تابعت زي ما كلنا تابعنا هذه الصفقة الكبرى اللي تمت والمؤتمر الصحفي وكلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حابين نعرف يعني انطباعك الأول على كل ما شاهدته يعني. جميع، لأن أنا بشوف إن الأهم كمان من الصفقة هو التوقيت الخاص بهذه الصفقة، بمعنى ان احنا كلنا نعلم ان عندنا تحديات اقتصاديه كبيره جدا، ولكن كان هناك عديد من الاستفسارات حول كيفيه الخروج من هذه الازمه نظرا لاحتياج الدوله المصريه لمليارات الدولارات لمواجهه هذه التحديات. فكره ان احنا نعقد صفقه ب حوالي 35 مليار دولار، أكبر صفقة للاستثمار الأجنبي مباشر في تاريخ الاقتصاد المصري، كمان أن تتوفر هذه المليارات في خلال شهرين، ده أمر جيد جدا. أنت بتتكلم كمان على جانب آخر مرتبط بانخفاض للدين الخارجي بحوالي 10 مليار دولار، وده قيمة الودائع القرضية في البنك المركزي. بنتكلم على مشروع تنموي من حيث توفير لمدارس، جامعات، هيئة مال وأعمال، بنتكلم على وحدات سكنية، بتتحدث عن وحدات إدارية، مشروع يتوقع فيه أن يبقى هناك ضخ ل 150 مليار دولار من جانب الإمارات خلال السنوات القادمة، زيادة وتنمية حقيقية لقطاع السياحة، توفير أكثر من حوالي 8 مليون سائح إضافية خلال السنوات القادمة، وبالتالي أمر جيد جدا. وكمان لو ما نرجع كده للسنين اللي فاتت، كان عندنا المنطقة الخاصة بالساحل الشمالي هي منطقة بيتم الاستفادة منها خلال 3 بنطول بس، لكن انت دلوقتي بتتحرك بخطوات تنموية حقيقية، بدأت طبعا بمدينة السنين، وبعد كده بدأنا نشوف كمان سيدي عبد الرحمن كمان بتمتد لرأس الحكمة، وبالتالي ده أمر طبعا بينعكس بشكل إيجابي على معدلات النمو الاقتصادي. طيب دكتور، حابين نتكلم على تأثير طبعا ده على الأزمة اللي كانت موجودة في العملة الصعبة. احنا شفنا النهاردة الدولار في السوق السوداء نزل بشكل كبير، وصل ل 56 بعد هذا الإعلان، وامبارح كمان يعني حتى لما مجلس الوزراء أعلن أنه في صفقة كبيرة هتتم لقينا الدولار برضو بيتراجع. حابين نتكلم على تأثير ده خلال الأيام القليلة القادمة، وطبعا تأثير ده بالتبعية على الأسعار، يعني تأثير ده بشكل كبير. واحد طبعا احنا كنا شفنا يعني في الدولار في السوق الموازية كانت وصلت لحوالي 72، بعد كده تراجعت بشكل واضح جدا مع التوقع بوجود هذه الصفقة. احنا دلوقتي بنتكلم عن مستويات تقريبا 54 جنيه، وما زال هناك انهيار بيحدث في السوق الموازية للدولار،
وده أمر جيد وبيوضح كمان رسالة للجميع إن الأسعار اللي كانت موجودة في السوق الموازية دي هي ليست أسعار حقيقية لسعرها في الجنيه أمام الدولار، ولكن كانت لها أسعار ضاربة ومحتكرين وتلاعب، فبالتالي لا تعكس القيمة الحقيقية لسعر صرف الجنيه. فبالتالي في انهيارات بتحصل وما زالت مستمرة في هذه اللحظة، وكمان مع بداية الضخ بالنسبة لي المليارات الدولار في الشهرين القادمين، هنبتدي كمان نشوف يعني إن شاء الله بإذن الله انهيار كامل لوجود السوق الموازية ووجود سعر صرف إن شاء الله موحد في البنوك المصرية. نقطة أخرى دكتور، طبعا يعني هذه المشروعات العملاقة هتوفر فرص عمل كبيرة جدا للشباب المصري على مدار الأيام بقى القليلة القادمة. حابين نتكلم على تأثير يعني تحديدا في مدينة رأس الحكمة يعني، وعدد كبير من فرص العمل اللي هيتم توفيرها. طيب احنا العام دي نشهد نوع من انواع التراجع، وده كانت نقطه مهمه جدا ومطلب رئيسي لكل المصريين. على جانب الاخر علشان نتحرك في مشروع تنموي كبير بتصل مساحته لحوالي 40%، انت بتتكلم على مشاركه للشركات المصريه وتوفير مستلزمات الانتاج، فرص عمل ملايين من فرص العمل، وبالاخص من اهالينا في منطقه راس الحكمه هيكونوا يعني وقود لإقامة هذا مشروع التنموي الضخم. وبالتالي انت بتتكلم على عوائد كانت مباشرة او غير مباشرة هنبتدي ان احنا نستفيد منها بشكل تدريجي، واحنا النهاردة مع كمان اعلان مشاركة ضخمة جدا ما بين الجانب المصري والجانب الاماراتي، هي رسالة للجميع وإشادة عالمية على ازاي ان مصر قدرت توفر مناخ استثماري جاذب لي الاستثمار، واعتقد دي كمان هتبقى ان شاء الله تبعياتها ايجابيه جدا على المستوى الدولي من حيث صندوق النقد الدولي واتفقنا معاه. بالتاكيد دكتور علي الادريسي، كلها طبعا اخبار ساره يعني، ودكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بالاكاديميه العربيه للنقل البحري، بشكر حضرتك على كل هذه المعلومات الهامه، ودايما بالتوفيق يا فندم، شكرا جزيلا. مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع، شكرا جزيلا لحضرتك.